سأرسل دعوة للجلسة في 31 من هذا الشهر، وسنرى من سيحضر ومن لن يحضر، وإذا كان هناك نصاب أو لم يكن نصاب الحكومة ستكون ممثلة ومتواجدة، في حالة وجود النصاب ستقوم بدورها الدستوري وتقسم، في حالة عدم وجود نصاب سأؤجل كما أخبرتكم سابقا في هذه الجلسة لمدة أسبوع، وبعد ذلك سأرفع الأمر إلى سمو الأمير ليرى ما يراه من إجراءاته.